أهنئ جميع الأحزاب الوطنية قيادة ومنتخبي ومناضلي على النتائج ديالهم وعلى الحملة النظيفة اللي قاموا بها. نحن مستعدون للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ ورؤى في البرنامج لنرفع معا التحديات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصر الله. إن حضرات السيدة السادة رجال ونساء الإعلام، إن الخيط الناظم في الكونديكتور لمشروع الأحرار هو تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة. لم نأتي يوما لهذا الحزب لنواجه تيارا سياسيا أو حزبا معينا، وإنما تلبية لمبادرة مجموعة من مناضلات ومناضلي الأحرار الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصت ومتفاعل مع انتظارات المواطنين. وإنما قادنا مسار الأحرار طيلة 5 سنوات الماضية تلقينا الرسالة نفسها من المغاربة جميعا، بغينا التغيير، بغينا البديل، وبغينا المعقول. هذا الشيء كلكم سمعتوه.